الريالة تاريخ توحي تلمامسة من هذا مركز تو مثلا قضية دا صفة صحو وحرق اللوتشارو إن السيب بدا تقوم حدا رق رق فولي دمر دمر فولي وحاصل أنت دافتو حول الله فوله حد بينا هنا دافتو قفكم مركو السبين كرواية وداوضة مركو ساقو هاول قابو أي نقطوين أفلام ينوع كلاو وسكودة ينو إن شرهان هدو سمين كرواي أتليست إنو تركي سبر إنو كعين كرو أو أفلام إباحية يكن عند جادي دعارض أي كم تهاي دور كسوق دوني دو كل عقب بدن مثل وحنا كشقيا تجارات كدوني دو كل عقب بدن عند كان تاي استعبادات الدنيا كان عدد كلا أدون صدى وبضاني إنا يوحني سببا عقرور لا أدون صدى يدمر لا أدون صدى يدد لا أدون صدى لأجل إن بعلادة أي نقطة وحل السمينية إذن كدرق مالي لذلك يا مجازين كان مرايكن كان محل دا إديكيشن ويكايدا هدان باوح القرية مرايكن سجال سنة ده دخلت كده يعني 1991 up to 2000 وقت غير أيه وحيلين مالي حمال وجوس ما يشري أيه وحكان سجاك عليه سكول ده يمشى وحلو قبرته لباب بقول يسجاش يكون الموت باعتداء جنسي الجوس ماي المدارس الحكومية نوحي تلمام يسمرك عنان كلوسي داية بين آدم خنوع ونقطة إيه لا هنا قرآن كوحين وقوم رمي قوم منوعا الهلاقي مركي عنانك وسيداي والوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهذا يقوه الرئي وحكا عنانك وسيداي تاريخنا العسبين هذا هينانا قد يوي كدن بيي بمباء ميا لورنشري ماشي تاليانيك كتالي فلكان دا إلهي كو هلاقي هذا مركي قوضين iyagoo faahishadii sameeyay dhagaxooba la soo saaray magaalo dhan oo faahisho sameeyaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay oo ma fir'aawn ka qoom luuti hore ma hakuun ka warramayna waa kuwa ka dambeeyay ilaahay wuxuu ku tilmaamay innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa laakiin ilaahay ma xuri bal antum qawmun musrifun dad had gudbibati baladi israaf ku sameeyay had gulub ku sameeyay وحي باهدها آيات كلاوك إلهي كنت المامية بل أنتم قوم تجهلون والوطن قال لقومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ما يدنكم مانقبة وحركة يا سمعين سنبال إلي أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بين إلهي كنت المام إذن أممكو وحيابه يكوها لك سمام بكمتة حتى تاريخي أنا دبريت المامان عصور الانحطاط البشرية ماركا ايدتك الدوميان وحيابا لغوك قياس الشريع وحكام ايدا بيت الماما ماركا استوغو ادارك تبايدا هان دول كوين اي نوع او چان شرسادا واي بربوري شريع ولذلك ما وحيكا ورمان مثلا دولة دي الرومانسكو ماركا يسيب بابا ايسيا وحاسيو قالا رواية دي هو عان صنايا داوانا اي دو ماركا وانا لبرتنسينا اي هاي يعني ورواية وما دين تسوكت ما دالا داوانا اي دو ماركا وانا لبرتنسينية وحلمية هذا نوحي لها هي دعوة هي دعاة هي ضد حقوق ضد هي ضد وضع إلهينا وكقرآن كله والله يريد أن يتوب عليكم أي والله يريد توبتكم إلهي وحدوني يا ينو إذن كالتوبة أقبله ويريد الذين يتبعون شهوات أن تميلوا ميلا عظيما بإلهي كون شهوات كدب الصعدانة وهاي الربانين أو عشاء ونسي وعتام بإله إلهي لي آدم لماذا هناك بحضان مركا إلهي وتلمامي القرآن كددك اللومي وحكوسي فيه انت النبي لك صور رمي هي إلهي النبي دك قداشد في سورة مريم أنبياء إلهي كورمي والنبي بإلهي إلهي وحكوشي رسولا مخلصا إنها صديقا نبيا إنها أنبياء إلهي كصور رمي أنبياء ذا مركي قال لك صور رمي كدي بوح اللقوح حكسي فخلف من بعدهم خلف ولا دا قول لك لا والنبياء ذا عكسي قوديو قروب كلاك الضمبية قروب كاسم حي سمية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بإلهي صادنا وضيعين
شهوة نفسك روى الرعين فسوف يلغون غيا إلا من طاب وآمن وعمل صالحا. وادي جهنمي قليا إذن قيبتن كواذا ينكو الرمي نوحوه إيان بيومن دي سايرسك النوع كان هدي أن لو سمينين حكمين يقاب لوها بأي تهذيب بنا آدم كو إنو حولها هوسمر أو بابا. وأنا معايير تلغو قياسي كرب بلشادة بربر كيدي فران كيدا وهي أسلم بواحا سيوحي كانين وقرغ بابا كو بلشان هدي قرغ قدومه وهي مجتمع متفكك بو نغضا وحيابها قرغ قدوميانا وحان فسحي داكا ميدا بايدا دا. سادر هدي دوحي دا دان سوشيالي بلشادة واي بابا دا هدي وبابك كانين نغضا محي عدي كسي ديس قولا قولا دا عكسي كيدا مرتي وأهو حن بروبلم وي إلهي ودوان شيه سكاع لنا يا دن وإن إن شو تجنبا وغلدي رهبانية دي بابوات كي وماشي مرين كريستان كغيب كمدي هي مدمت أما بريغا فوق دي مهل وهيستيها هاتو اندي هي دور كاسي أما مسلمين تقوليو كم يدي وحيابا يقاتن هالنقطو إن ليدا هذا وحبا ودبيا وينا لبصمين يبدا وينا لارك رقية دمار سوتاقين وحبطونا إلا حد قاركو دا يسور رقين تبطل إيا إخصائي الرق اللي رفانو باهيدا بمحاكين وسو إنتان مهما لقوة شرحي للتبا يوحو نقونو يا سيدك قلا وكيلا رفاني تري كورانا سوى دبحني نوع عسل لقديبه، لكني أنا ووح في طردك السهر كذا، ولذلك ما يشقيني، ولذلك بتحقيقات يودن بيا فرانسيسكو وصبي، الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدها، هي وحلين from 1950 إلى هذا، تدوات كاس النضوض، وحل عدين كرابي لي، لقما هذا يسوق مدوي وحكي لنا عيو حل عدين كري، صدق بقول يا صدق كنا الماضي نيفولين وهددي مشي كويس، ومالي يعني. 300 صدح بقول يصدم كن أو الموت يمكن الدواء بس كباب الكلي تي في هذا الدنيا دي وكم قشانة وحيابها كتيرة ويا وعكس الفطرة أنت الدين كده كان ودن كن كسمين ويا من بحاجة خلاه يدي يق قلدن لوكع إن طريق الصدحات ولا بد الطريق منان من نباهي أو أه دي سايرس كبني آدم كإن لو فوليو لكن حد يش قب مجتمعنا دي سيا هالنقطة الشهوة الجنسية هالنقطة الشهوة المال هالنقطة البنين كان هالنقطة الزينة التنانة وحنرد من الشريعة ده وكبنائين كده على شاي مركز طوي حد أفتنا متى جنسي هالنقطة أما تن مالك هالنقطة تن مالك هو حمانت الدنيا ده هايستا إن ضدنا ما القبائل نمدى دا يوسع تصيد الركض ومن قد دوني دا قيمنا يوسع عطه إن باهدي يقاشا دونا يانا حاجة كلا الركض هام يوسع عطه ويا سؤال أبا مولي لقيت شواب قفكم بروحوا على كفلا قفك بني آدم كم بروحوا على كفلا يعني حولو وين النقضان مينس أتباهي هاقا كفو شنكرتو قرت انت مركز هشو يا ان لك يا ان كلو لك مركز هشو انت كلام حق فرنسا هذان هذا واحد نولا كرتا كسوقا لحلن سنه لحلن سنه مساك كو بي كرتا ضوابط سنه ضوابط نولا كرتا ضوابط سنه ما حقو بي كرا لانه قيمه نون دانو 10 مليون كسوها 10 مليون نو باون دو با انت ضوابط سنه لا نولا تو يخر شو بي لا بنادم قوم كو قنا عياشان شنو قاتو انت كليس كدايا وما يوقف عليا بس أشي سويدين ده وما حيني ديسك اللوقة با ما انت نوريا وريا ردن طه باهيدا نوقة با ما حيت مال وحيدا دان شهوات كنورنا نسخو صدر ووسائل الحياة لكن هدي مقاصد سو بدلان ووحي لغو كلمي سنة نولشا لكن هدي يقو النقطة وحي لون نولا وحي اللون نولا هدينو مثل شهوة البطن إن أدوح عنتو هدادو نولاتو
inaad wax cunto. Dawooyinka arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato, badhna obesity baa u dhintay, inna baruurti baa ka badato, waa la eryayaayo, waa la haraadinayaayo, waa la wadaa, inna bakhtay u dhimatay. Idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireska bini aadam ka mid a kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa. Cunna kama maarantid, haween kama maarantid, caruur kama maarantid, waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid. Laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan, waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan, waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso. Saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midaba xamaasadooday, deetana waxay yidhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakhi. Ha, gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam, gurigiisa bay soo egeegeen, waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray, waa ka deetana si kale isu qanciyeen. Waxay dhahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisa horiyakiisii dambaba dhaafay, innagu waxaynu u baahan nahay tiro badan laynaan samayno. Haddaba si ay taasi u dhacdo, desayrska waynaynu joojinnaa. mid baa wuxuu yidhi, markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa, naagba arki maayo. mid kale isina wuxuu yidhi, aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo wax habeen, maalin oo dhanna waan soomanaan, habeenna waan taagnaan. waxyaabo noocaasiya miya sheeg sheegtay. dabeetana nebiga warkii maqlay uu yeedhay, wuxuu yidhi, waryaadhe magacaynkaasaa tidhaahdeen? Haa bay yidhaahdeen, antum aladiina qultum kada wakada. nimankii sidaa yidhi bateen. Haa, nebigu wuxuu yidhi, wallaahi innii la akhshaakum lillaahi wa atqaakum lah, anaa ilaahay idinkuna cabsi badan, idinkuna taqwa badan, waayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan. waayo aqoonta waxaana ka dhalasha, innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, anaa ilaahay idinku aqaana, laakiin anigu waan soomaa oo waan afuraa buu nebigu yidhi, oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa. faman ragiba can sunnatii falaysa minni, sunnadayda ninkii ka wecda aniga igama mid aha. wuxuu tilmaamayaa qoladan tidhi, gamtaan ugu joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna, laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysa. walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishata wasaa'a sabiila. qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo, naftiisa inuu kontrooli karo, waa shahwa biduuni qaydna ma socoto. hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhexaysa, falaa takhdacna bilqowl fayatmac aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay. kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa.